بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال. ربع جنيه ده طبعا اللي هو المسدود، مش هنتكلم إلا على المسدود ده، تمام. ده طبعا منه إصدارات كتير، ومش هنتطرق كتير في المواضيع اللي هو يعمل فلوس قد إيه والكلام ده، يعني هنشوف دلوقتي. لأن لما بقول لكم على حاجة تأكدوا إن بقول لكم الصدق وبكل صراحة. أنا قلت لكم العملات البلاستيك هتطلع وهتتأصدر وهنستعملها وهتداول في البلد، صح؟ العشرة جنيه نزل مظبوط ولا لا؟ اللي معاه 10 جنيه ورق يحافظ عليه، وهيتلاغى قريب، هيتلاغى خالص خالص. انا بقوله خلاص، تمام. ربع جنيه ده هيتلاغى، مع انه في منه اصدارات. اصدارات ايه ده منه يا جماعة؟ اللي هو من 2008. الربع جنيه المسدود ده من 2008 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019 و2022. شوفوا درجة ايه السنة، اخر سنة موجود منها اصدار اللي هو الربع جنيه، مع انه هيتوقف خلاص، انتهت، هيتوقف اصداره، ونص جنيه هيتوقف، تمام. الجنيه قدامه شوي، ليه؟ لان الجنيه بيتعمل منه تذكاري، هو هيتعمل منه الجنيه البلاستيك بس، الجنيه الورق، انما هيتعمل منه جنيه تذكاري اللي هو المعدن الفضة، الكلام اللي انتوا واخدين بالكم منه، هبقى اشرحه بعدين. ربع جنيه ده بقى منه يقول لك في تواريخ تعمل 1000، في تواريخ تعمل 200، في ما تسمعش الكلام ده. يقول لك ال 2008 شاح شويه، ال 2011 مش موجود، ال 2012 مش موجود. لا، هو قليل موجود بس قليل يعني مع البعض، ولكن يعمل اي فلو ندرته تخلي له سعر. في اوقات واحد بيبقى مهشر زي اللي انت شايفه ده كده، من جوه بيبقى اسود، بيبقى ال 25 بتبقى سودي، بيبقى كله زي ما انت شايف كده بيبقى اسمر او رصاصي، بيبقى وقت الظهر نفس الشيء كده، بيبقى اوقات في عملات اخطاء. دي ماشي بتعمل فلوس، يعني ممكن مثلا توصل، يعني اولا ال 2008 ممكن يعمل له مثلا، يعني مش هنروح بعيد، ممكن يعمل له 5 6 جنيه، تمام. ال 2010 ممكن يعمل له 4 جنيه، تمام. اللي هو 2011 ممكن يعمل له برضه 5 6 جنيه. اللي هو 2012، 2012 ده ممكن يعمل 10 جنيه. انا شوف معاك اهو 2018 نفس الشيء، يعمل 12 جنيه و10 جنيه. 2019 يعمل برضه 10 جنيه. 2022 يعمل حوالي من 15 ل 20 جنيه، تمام. كده وصلت الرؤية بتاع الربع جنيه، عشان تبقى انت عارف المسدود ده كله قلت لك على كل شيء فيه اهو، بيعمل ايه ويعمل ايه وهيتوقف. يا جماعة ارجو من الجميع يحافظ عليه، يعينه معاه، ما بياكلش وبيشرب. انا دايما بقول لكم على الحقيقه والصراحه، قلت لكم قبل كده العملات البلاستيك هتطلع، حدش قال الا المعلومه دي، وبرضه ما فيش فايده قعدت تقولوا، وهي اتحققت وخلاص. ال 10 جنيه بدايتها لسه ال 20 جنيه، عينوا الربع جنيه ده المسدود. ما تقوليش بقى ده يعمل ايه، ده ما يعملش ايه، هيعمل فلوس، هيتطلب. العمله البلاستيك طالما طلعت غطت على كل العملات يا جماعه، الورق والمعدن والكلام من ده كله، فكل ده هيبقى عزيز جدا، الناس هتطلبه، الناس هتحتاجه، الناس هتقول لك اه الراجل ده كان عنده صح، كان عنده حق، يا ريتنا عنا منه شويه، يا ريتنا. شوف الوقت عزيز، يعني عمله ال 10 جنيه دي او ال 20 جنيه او اللي هم الورق، هتلاقيهم عزاز بعد كده، يقول لك ايه آه يا سلام، ده كان شكلهم حلو يا اخ والله، معاني يا ريتنا عنا 2 3 بس كده اهو. ويجي ياخد منك ال 10 جنيه الورق، ساعتها ياخدها ب 50 جنيه وب 100 جنيه الرقم العادي كمان، ليه؟ عشان يحطها عنده في البيت بس، منظر وشكل حلو وبتاع وجمالي كده، اللي حتى اللي ملوش ما بلمش عمره ملوش دعوه هياخدها منه، تمام ولا لا؟ صدقوني صدقوني صدقوني، ودايما بقول الصدق لكم والصراحه. تاخدوا مني تاخدوا، ما تاخدوش طبعا، كل واحد حر، فوق دماغي وارائكم فوق دماغي وتعليقاتكم فوق دماغي، تمام.